بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الرحمن النهارده هنحل مع بعض الاكسرسايز بتاع الاكسرسايز رقم 13. تمام، هنحل فيه المساله رقم 13 و6 و13 و8. الاول بس عايزين نتكلم فيه شويه مصطلحات كده، او في بعض القوانين انا عايز اعرفها عندي، اللي هي حاجه اسمها الانسرتينتي او البروبابيلتي او الاحتمالات والاحصاء عندي. تمام، طيب احنا عندنا مثلا في لما كنا بنيجي نشتغل قبل كده، انا عندي المتغير، فاكر انت المتغيرات يا اما ترو يا اما فولس، ترو بديها واحد، فولس بديها زيرو. حلو، طيب يا اما الحاجه تحصل يا اما الحاجه ما تحصلش، فحصلت بقول بترو، ما حصلتش بقول بايه؟ بفولس. تمام، المكنسه اون يا اوف، تمام، موجوده في لوكيشن ايه؟ موجوده في لوكيشن بي. تمام، طيب تعالى بقى المواقف اللي موجود فيها عدم تاكد او عدم يقين، يعني الراجل ده هينجح اه والله انا ما اعرفش، يا اما ناجح يا راسب. طيب اقول بقى احتماليه نجوح، اللي هي في الحاله اللي احنا بنسميها حاله عدم اليقين. في حاله عدم اليقين اللي احنا بنسميها الانسرتينتي، الانسرتينتي بتخش عندي بقى في حاجه اسمها الاحتمالات بقى، الاحتمالات والاحصاء عندي بقى. ناخد بقى شويه احتمالات عندي واقول له والله مثلا الراجل ده متوقع نجاحه بنسبه كام في الميه، متوقع سقوطه بنسبة كام في المية، متوقع ان الروبوت موجود في لوكيشن ايه يروح للوكيشن بيه بنسبة كام في المية، متوقع ان الروبوت ده يحل المسألة بنسبة كام في المية. تمام، طيب في حاجة عندي موجودة عندي في الاحصاء اخلي فيها ان اقول لك مجموعة الاحتمالات بواحد، مجموعة احتمالات مجموعة الحدوث او عدم الحدوث مجموع الاحتمالات على بعضها لو جمعتها بواحد. حلو، يعني احتمال الحدوث زائد احتمال عدد عدم الحدوث اللي هو عندي بيساوي ايه؟ بيساوي واحد. يعني اللي هو زي الكون عندك كده بيقول لك ان انت لو عندك احتمال معين مثلا اللي هو ده كده، بيقول لك ان انا عندي احتمال الايه؟ الاحتمال الايه هو مجموع بيبدا من الصفر واخره الواحد. احتمال عدم الحدوث اللي هي بصفر واحتمال الحدوث اللي هي بواحد، او مجموع الاحتمالات للحاجه الوحيده اللي عندي بيكون بكام يا شباب؟ بيكون واحد. احتمال التروب واحد، احتمال عدم احتمال التروب واحد، واحتمال الفولس بكام؟ بصفر يا شباب. تمام، طيب لو انا عندي مجموعه ايه ومجموعه بي، عايز اجيب الايه اتحاد البي، عايز اجيب مثلا زي الاتحاد، ناخد بقى شغل بقى شويه شغل رياضه كده، احتمال الايه وعندي احتمال البي، طب اتحادهم هو مجموعه احتمالات الايه، هو الايه زائد البي ناقص احتمال الايه التقاطع عندي. تمام، طيب ده شويه شغل احصاء بقى حضرتك، بس ايه تشوف بس الدنيا فيها. يعني عندي احتمال لما اقول ان البي بتاع الكافيتي بترو بواحد من عشره، اقول لوزر مش عارف بصاني بكذا، احنا عارفين ان مجموعه احتمالات ايه اي حاجه بايه بواحد. نرجع لمسالتنا كده ونفهم واحده واحده ايه الاحتمالات او الكلام ده كله، ونفهم الكلام ده كله. احتمال حدوث حاجه معينه، في عندما اقول احتمال حدوث شرط او احتمال حدوث حاجه ان انا الحاجه دي تحصل بشرط كذا. تمام، طيب بيقول لك given the full joint distribution، في distribution كده عملنا توزيع، طبعا انت خدت بقى عندك ماده احصاء للتوزيع الطبيعي والتوزيع البواسو واليونيفورم والنورمال الكلام ده كله. موجود في 13 و3 كالكيوليت ذا فولينج، هات لي احتمال حاجه اسمها تو سيش، احتمال حاجه اسمها الكافيتي، احتمال حاجه اسمها تو سيش كافيتي، احتمال الايه الكافيتي تو سيش على الكاتش. طبعا دي هنا هنلاقي في حاجه ناقصه عندي اللي هي ايه؟ بشرط. تمام، اللي اسمه الاحتمال المشروط. نشوف القناه عندي كده، تمام، والله قال لك ان في حاجه اسمها كافيتي وفي حاجه اسمها نوت كافيتي، يعني احتمال لو في كافيتي والله مع التوسش ومع النوت توسش. تمام، لو في كافيتي اللي هو الكافيتي دي اللي هو عامل زي المينا بتاعت التسوس او حاجه زي كده، يعني اللي هو المينا بتاعت الحاجه زي كده، اللي هو الاحتمالات هيستخدم فرشه السنان ومش عارف حاجه زي كده. تمام، طب احتمال ان في حاجه اسمها كافيتي عندي، في عندي احتمالات، احتمال الكافيتي لما هيحصل مع حاجه اسمها التوسش والنوت توسش. تمام، الكافيتي لما هيحصل مع التوسش والله عندي حاجتين، كاتش ونوت كاتش، فلو في توسش مع كافيتي والله الاحتمالات التوسش عندي كلها في الكاتش بواحد واحد ب 108 من 1000. تمام، ومع النوت كافيتي ب 16 من 1000. احتمال التوسش تمام مع الكافيتي ونوت كاتش ب 12 من 1000 و64 من 100، وهذا جدول الاحتمالات اللي عندي اللي انا هشتغل عليه. تمام، طيب قال لك بناء على كده احسب لي احتمال التوسش. احتمال التوسش يعني مجموع الاحتمالات اللي هي موجوده على التوسش ده سيري، اللي هي هتساوي كام؟ 108 زائد، يعني لو قال لك على هات لي احتمال التوسش يعني مجموع كل الاحتمالات اللي موجوده في التوسش عندي كده اهو، يبقى انا عايز اجيب احتمال التوسش، يبقى انا اقصد فيها ان انا عايز اجيب كل الاحتمالات اللي التوسش عندي فيها بيكون بكام بترو، يعني اللي احنا نلاقيها الجدول اللي هو الايه؟ الجدول ده كله اللي هو ال 108، 108 من 1000 زائد 16 من 100 زائد 12 من 1000 زائد ايه؟ 64 من ايه؟ من 1000 عندي. تمام؟
ادي مجموعة الاحتمالات تطلع بكام؟ باتنين من عشرة، تمام؟ طب قال لك والله هات لي مجموعة احتمالات الكافيتي، يبقى انا عايز اجيب الحاجات اللي الكافيتي عندي فيها هتكون بكام يا شباب؟ هتكون بترو. طيب تعال نشوف الاحتمالات اللي الكافيتي عندي فيها هيكون بترو مش نوت كافيتي. الكافيتي اللي هتكون موجوده عندي فيها بترو هتلاقي فيها اللي هو الايه، مجموعه الاحتمالات اللي موجوده عندك دي كلها، كل الكافيتي اللي هي 108 12 من 1000 مش عارف ايه الكلام ده كله، مجموعه الاحتمالات اللي موجوده عندك 108 ل 12 من 1000 اللي هيطلع لك بكام؟ بالمجموعه الاحتمالات كلها اللي انت هتشتغل عليها، مجموعه الاحتمالات تمام اللي هي ترو والفولس اللي احنا موجوده عندنا. يبقى احتمال الايه الكافيتي، ان انا اقول له ايه، هات لي كل الاحتمالات اللي موجوده عندي تمام اللي هي الكافيتي كانت موجوده فيها بكام يا شباب؟ كانت موجوده فيها بترو، تمام. طيب كده يبقى احنا عرفنا احتمال التوسش واحتمال الايه الكافيتي عندي. قال لك والله انا عايز احتمالات التوسش بشرط الكافيتي، انا عايز احسب لي احتمال التوسش بشرط ان الكافيتي عندي يكون بكام يا شباب؟ يكون بترو، تمام. طيب تعالى الكافيتي، لو انا عايز اجيب احتمال الكافيتي انا عندي هنا احتمال الايه ترو الفولس، عندي لو انا عايز اجيب احتمال الترو للكافيتي واحتمال الفولس، الترو عندي كان بكام؟ كان ب2 من 10 تمام، واحتمال الفولس بتاعه بكام؟ 3 من 10، لان قلنا مجموعه الاحتمالات الحاله الحدث وعدم حدوثه بيكون بكام؟ بيكون بواحد، تمام. طب قال لك احسب لي احتمال التوسش بشرط الكافيتي، يبقى انا عايز اجيب التوسش لا على الكافيتي يعني بشرط حدوث الكافيتي، وارجع اجيب التوسش بشرط عدم حدوث الايه الكافيتي يا شباب، تمام. طيب تعالى اجيبهم كده معايا اللي احنا نشوفها عندي هنا اهو، اللي هو ال 108 اللي انا عايز اجيب التوسش بشرط حدوث الكافيتي، يبقى 108 زائد 2 من زائد ال 12 من 100 على 2 من 10 تمام، اهو عندي اللي هي ال 108 زائد 12 من 100 على 2 من 10. طب احتمال التوسش بشرط عدم حدوث الكافيتي اللي هي الرقمين دول يا شباب، اللي هو 1600 زائد 64 على 2 من ايه؟ على 2 من 10، يطلع الايه؟ قيمه الاحتمال الاثنين اللي عندي، تمام؟ طيب قال لك والله هات لي احتمال الكافيتي بشرط ان التوسش اتحاد الايه الكاتش عندك، تمام. طيب انا عايز اجيب هنا، اجيب الاول احتمال التوسش اتحاد الكاتش، يبقى هنجيب مجموعه احتمالاتهم عندك اللي هتلاقيها موجوده عندك كده يا سيدي اهو، التوسش اتحاد الكاتش هتلاقيهم مجموعه الارقام بتاعتهم اللي هي موجوده عندك اهي، فين التوسش اتحاد الكاتش اللي هي مجموعه الايه الارقام اللي موجوده عندك كلها اهي، اللي هي هتطلع عندك بكام جمعها، اللي هي 108 من 1000 زائد 12 من 1000 زائد 16، مجموعه الاحتمالات كلها لقيتها بالرقم ده كده يا سيدي، تمام. بعد ما جبنا الرقم ده كده انا عايز اجيب احتمال مين بقى؟ الكافيتي بشرط الاتحاد ده. طيب والله يبقى انا عندي الاتحاد ده طلعت قيمته ب 14 و16 من الكلام ده، ب 14 ب 416 من 1000، يبقى اقول اجيب الكافيتي، اجمع لي بقى الكافيتي دي يا سيدي اللي هي 108 زائد 12 مجموعه الكافيتي على الايه؟ ال 416 من 1000، واجمع لي بعد كده عدم حدوث الكافيتي على ال 416 من 1000 وتطلع الايه؟ القيمتين بتاعته، تمام؟ طيب تعال المساله رقم 318 اللي هي كانت بتقول لك ايه يا سيدي المساله دي عندك؟ افتر يور ييرلي تشيك اب، يعني اقول لك بعد انت ما عملت الفحص السنوي بتاعك الدكتور بتاعك قال لك في باد نيوز هتحصل لك وفي جود نيوز. الباد نيوز بتاعتك اللي هي الاخبار الغير الساره، ان قال لك في عندك بوزيتيف في بعض الامراض اللي موجوده عندك بس بنسبه 99% دقيقه في بعض الامراض موجوده عندك، تمام. بقول لك ياهو، بقول لك ذا باد نيوز از ذات يو تيستد بوزيتيف فور سيريس ديزيزز اند ذات ذا تيست از 99% اكوريت، يعني قال لك انك راجل في باد نيوز في اشياء امراض عندك وبنسبه 99% الامراض دي موجوده عندك، تمام. معناه ان ذا بروبابيلتي اوف تيستينج بوزيتيف وين يو دو هاف ديزيزز از 99 من 10، از ذا بروبابيلتي اوف تيستينج نيجاتيف ودونت هاف ذا ديزيزز طبعا هتكون بكام؟ بواحد من 10، بواحد من 100، مع 99 من 100 ان المرض ده عندك، يبقى واحد من 100 المرض ده مش عندك، يبقى مجموعه الاحتمالات بكام؟ بواحد. ذا جود نيوز ذات از ذا ريت اوف از ايه؟ ذات از ارير ديزيز، يعني اللي هو الخبر السار ان هو بيكون ايه؟ مرض نادر. ستريكسلي اونلي وان ان بيقول لك ان كل واحد كل 10,000 بيجي له المرض ده يا سيدي. Why is it good news that the disease is real؟ ايه هو ليه عايز يقول لك ان حته ان المرض ده نادر بتكون كويسه، تمام. What are the chances that you actually have the disease؟ ايه هي التشانس اللي انت ممكن تقول عليها ان انت عندك المرض؟ يعني بكل بساطه بيقول لك ان عملت فحص، فالفحص ده بعد ما عملنا الفحوصات طلع بنسبه 99% انت عندك مرض. الدكتور قال لك نسبة 99% والله انت عندك المرض ده، تمام. طيب
ده الجود نيو، ده الباد نيوز. بس والله الشر الجود نيوز قال لك والله، بس في حاجه كمان. ايه هي؟ قال لك والله بس الجود نيوز ان المرض ده مرض نادر اصلا، واحد من 10,000، واحد من 10,000 يعني، واحد مريض لكل 10,000 شخص ممكن في عمرك انت يجيله المرض. ليه دي جود نيوز بالنسبه لك ان المرض نادر؟ وايه هي الاحتمالات انك ممكن يجي لك الايه المرض عندك؟ تمام. طيب تعالى يا سيدي نشوفها كده، ايه ان احنا عايزين نشوفها عندي. يبقى اول حاجه انا عندي شرط ان انا تيست للديزيزز، احتمال ان انا عندي المرض بكام يا شباب؟ احتمال ان انا عندي المرض اللي هو التيست للديزيزز بكام يا سيدي؟ 99%. يبقى نوت تيست نوت ديزيزز، احتمال ان انا ما عملتش تيست عشان ما انا عنديش ديزيزز بكام يا شباب؟ 99%. تمام. طب احتمال المرض بكام؟ قال لك واحد لكل 10,000، اللي هي اسمها واحد ل 10,000 اللي هيطلع لك ايه؟ واحد من 10,000. تمام؟ طيب اللي احنا هنعملها كده احتمالات، احتمال التيست للمرض ب 99%. طب احتمال ما عملتش تيست عشان ما جتش مرض، اللي هي 99%، نفي النفي اثبات. تمام؟ احتمال المرض نفسها اللي يجي لك في عمرك بكام؟ بواحد من 10 ايه؟ واحد من 10,000 اللي هو قال لك عليها يا شباب ايه؟ واحد كل 10,000. And the observation test was the observation، اللي انا عايز بقى اجيب بقى شويه الاحتمالات، الاحتمال الشرط اللي عندك. قال لك والله انا امتى بقى اقول ان الراجل ده عنده مرض، و المرض بتاعه ده ايه؟ يقول ان الراجل ده عنده مرض او كده. فتعالى نتكلم بقى يا سيدي، ان انا عايز دلوقتي وات از ذا بيشنت كونسرند اباوت. هل هو ان لازم يعرف احتمال الديزيز على التيست بتاعه، لازم يعرف احتمال انه عنده مرض بشرط الايه؟ الديزيز عنده. ونتكلم بقى، يبقى انا عندي اللي عايز اجيب احتمال الديزيز على التيست اللي هو هيساوي عندي كام؟ احتمال التيست على الديزيز في احتمال الديزيز على احتمال التيست على الديزيز في احتمال الديزيز زائد احتمال التيست على النوت ديزيز في احتمال الايه؟ النوت ديزيز. هتجمع الارقام بتاعتها، احتمال التيست على الديزيز طلعت لنا ب 99%، في احتمال الديزيز عندي ب 9 في احتمال الديزيز عندي اللي انا طلعتها هنا اهو، تمام، على احتمال التيست على الديزيز 99% في 1 من 1000 زائد احتمال التيست عن نوت ديزيز اللي هو الرقم بتاعها كده في الاخر، هيطلع لك الرقم. يبقى احتمال ان الراجل ده يجي له الديزيز بالنسبه للتيست بكام؟ بالرقم ده كده ايه معايا يا سيدي. تمام كده، يبقى احنا خلصنا المساله رقم 13 و6 و13 و8، وبالتوفيق ان شاء الرحمن يا رب العالمين.